انا كده خلصت الدور العاشر وقفلت بمنزلقة وكمان نقلت العلامات في الدور الجديد بعد كده هاخد منزلقة في العمود التاني منزلقة في العمود التالت ومنزلقة كمان من داخل فراغ الصدفة هبتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة ودولت هعتبرهم اول عمود في الدور اللي حداشر العمود التاني العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة العمود الاول من نفس الفراغ العمود الثاني العمود الثالث واحد اتنين تلاتة سلسلة من نفس الفراغ هاخد ثلاثة عمود الاول الثاني تالت كده انا عملت صدفه لها فراغين بعد كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه علي الفراغ الاول للأناناس هاخد حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه الفراغ التاني حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ التالت حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ الرابع حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ الخامس والاخير في الاناناسة بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة لرفع الابرة هروح الصدفة هشتغل صدفة اللي هي تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمودة. عمود، العمود التالت واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان نشتغل تلاتة عمود، واحد اتنين تلاتة هنا كان عندي أناناسة وقفلتها الدور اللي فات بعد كده لفة على الابره مش هاخد سلاسل خالص اروح الصدفه اللي بعد الاناناسه هشتغل صدفه اللي هي تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان تلاتة عمود بعد كده بكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعه خمسه سلسله هروح علي الاناناسه اخد حشو ، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ التاني اخد حشو ، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ التالت بتاع الاناناسه حشو ، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ الرابع للأناناسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ الخامس والأخير في الأناناسة حشو بقت بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هتقابلني الصدفة هشتغلها صدفة بفراغين تلاتة عمود الأول اتنين تالت واحد اثنين ثلاثه سلسله وفي نفس المكان ثلاثه عمود واحد اثنين ثلاثه واحد اتنين, تلاتة سلسله في نفس المكان ثلاثه عمود واحد اثنين ثلاثه كده عملت صدفه لها فراجين بعد كده هتقابلني العلامة هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهفوت العلامة واروح الصدفة هشتغل صدفة لها فراغين يبقى كل شغلنا هيبقى تكرار نشوف كده ايه النمط اللي هنمشي عليه في الدور ال 11 اول حاجة عملناها في اول صدفة قابلتنا على طول طبعا أول صدفه بيبقي قبلها العلامه أول صدفه علي طول عملنا فيها صدفه بفراغين تلاته عمود ثلاثة سلسله تلاته عمود تلاته سلسله تلاته عمود خمسه سلسله وهتصدفنا الأناناسه الجديده هنشتغل في كل فراغ من فراغاتها حشو ما بينهم خمسه سلسله خمسه سلسله وهنا الصدف اللي قبل الأناناسة وصدفة بعد الأناناسة الصدفة اللي قبل الأناناسة دايما هنشتغلها صدفة ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود وبدون سلاسل هنروح الصدفة اللي بعد الأناناسة هنشتغلها صدفة ثلاثة عمود ثلاثة سلسلة ثلاثة عمود بعد كده بنرجع نكرر تاني خمسة سلسلة وحشو خمسة سلسلة وحشو لحد ما نخلص الأناناسة فرغب بتاعتها كلها خمسة سلسلة وبنروح اللي بعد الأناناسة على طول زي ما انتوا شايفين كده بنشتغل وطبعا هتلاقوا قبلها العلامة شايفين العلامة في الوسط اللي قبل العلامة واللي بعد العلامة ديت بنشتغلها بفراغين صدفة بفراغين يبقى الوحيدة اللي ما بنشتغلش فيها فراغين اللي هي هنا قبل الاناناس المقفولة شايفين احنا خلصنا الاناناس ديت الدوب اللي فات اللي قبلها واللي بعدها بتبقى صدفة عادية واللي بعدها صدفة عادية وما فيش في الوسط سلاسل هنكرر كده لنهاية الدور ال 11 ونرجع في الدور ال 12 انا كده خلصت الدور ال 11 وكمان قفلت بمنزلقة دلوقتي هنبتدي الدور ال 12 اول حاجة هعملها منزلقة من العمود الثاني منزلقة من العمود الثالث ومنزلقة من داخل فراغ الصدف بعد كده بارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة وده هعتبره أول عمود في الدور ال اتناشر العمود التاني العمود الثالث واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس الفراغ هاخد تلاتة عمود الأول التاني الثالث كده أول فراغ للصدفة أنا عملت فيه صدفة كاملة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة لفة على الابرة الفراغ التاني بتاع الصدفة هاخد فيه صدفة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث يبقى الصدفة كانت عندها فراغين الفراغ الاول عملت فيه صدفة كاملة خمسة سلسلة وبعد الفراغ الثاني عملت فيه صدفة كاملة بعد كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلة وعلى اول فراغ في, الص... في الاناناس هاخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ اللي بعده حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ اللي بعده حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ الاخير للاناناسة هناخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة هيقابلني الصدفتين اللي عملناهم المره اللي فاتت بدون اي سلاسل ما بينهم شايفين لما قفلنا الاناناس القديمه هناخد في اول واحده صدفه اللي هي عباره عن تلاتة عمود تلاتة سلسله تلاتة عمود واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاته اربعه خمسه خمسه سلسله هروح الصدفه التانيه اشتغل صدفه اللي هي عباره عن تلاته عمود تلاته سلسله وفي نفس المكان تلاتة عمود كده انت بتشتغلي صدفة بعد كده بنكرر تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وعلى الاناناسة هاخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ التاني هاخد حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ التالت للأناناسه هناخد حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله الفراغ الأخير للأناناسه هناخد حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله هتبني الصدفه لها فراغين اول فراغ هاخد فيه صدفه تلاته عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان هناخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهروح الفراغ التاني بتاع الصدفة هاخد صدفة تلاتة عمود تلاتة سلسلة وفي نفس المكان تلاتة عمود الأول التاني التالت كده احنا خلصنا الجزء الأول في المرفش زي ما انتم شايفين كده بعد كده بيقابلني المكان اللي فيه العلامة واحنا قلنا المكان ده مش بنشتغل فيه حاجة يا دوبك بس بنعمل ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهروح على طول على الصدفة هلاقيها إيه لها فراغين الفراغ الاول هاخد فيه صدفة اللي هي تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان تلاتة عمود اول التاني التالت بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة هروح الفراغ التاني هشتغل فيه صدفة يبقى كده هنمشي كده بالنمط ده تكرار طب نشوف احنا اشتغلنا ايه من اول الدور اول حاجة في الدور ال 12 كان عندي صدفة لها فراغين الفراغ الاول اشتغلت فيه صدفة كاملة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده اشتغلت خمسة سلسلة وبحت الفراغ التاني اشتغلت فيه صدفة كاملة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود خمس سلاسل وبحت على الأناناسة عملت حشو خمس سلاسل حشو خمس سلاسل حشو خمس سلاسل وحشو بعد كده خمس سلاسل وهروح على الصدفة هشتغل صدفة خمس سلاسل للصدفة التانية هشتغل صدفة خمس سلاسل وبنكرر تاني على الأناناسة في كل فراغ من فراغاتها حشو ما بينهم خمسة سلسلة خمس سلاسل وهلاقي عندي صدفة فراغين هشتغل في الفراغ الأول صدفة كاملة ثلاثة عمود تلاتة سلسلة ثلاثة عمود خمس خمس سلاسل وبروح الفراغ التاني اشتغل فيه صدفة كاملة خمس سلاسل وهعدي الفراغ اللي فيه اللي فيه العلامة ما بنشتغلش بيه و وبنروح الصدفة اللي بعدها على طول هلاقيها بفراجين الفراج الاول هشتغل فيه صدفة خمسة سلسلة الفراج التاني هشتغل فيه صدفة خمسة سلسلة وهروح على الاناناسه هنكبر تاني اللي عملناه في الجزء الاول من المفرش كده يبقى احنا هنشتغل بنفس النمط لنهاية الدور ال 12 ونرجع في الدور ال انا كده خلصت الدور ال 12 وقفلت في اول عمود بمنزلقة بعد كده بعمل منزلقة في العمود الثاني منزلقة في العمود التالت ومنزلقة من داخل فراغ الصدفة. بارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة ده أول عمود معايا في الدور التلتاشر بعد كده العمود الثاني العمود التالت واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفها الإبرة من نفس الفراغ هاخد تلاتة عمود الاول الثاني الثالث وكده انا اشتغلت صدفه داخل الصدفه بعد كده واحد اتنين تلاته سلسله على الابره عند هنا خمسه سلسله ما بين الصدفه والصدفه في السلسله رقم تلاته هشتغل تلاته عمود عشان اسس للاناناسه الجديده اثنين تلاتة بعد كده واحد اثنين تلاتة سلسلة ولفة على الابرة وعلى الصدفة هشتغل صدفة تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده واحد اتنين تلاته أربعه خمسه، هروح علي أول فراغ في الأناناسه هاخد حشو واحد اتنين تلاته أربعه خمسه، الفراغ التاني حشو واحد اتنين تلاته أربعه خمسه، الفراغ التالت والأخير في الأناناسه حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح على الصدفة اشتغل صدفة العمود الاول العمود الثاني العمود الثالث واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان هشتغل تلاتة عمود الاول الثاني الثالث واحد اتنين تلاتة سلسلة ولفة على الابرة في السلسلة رقم تلاتة بدخل وبعمل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف على الابره واعصابها هشتغل صدفه العمود الاول العمود التاني العمود الثالث واحد اثنين ثلاثه سلسله في نفس المكان هشتغل ثلاثه عمود الاول التاني الثالث بعد كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سلسله وعلى الاناناسة اول فراغ هاخد فيه حشو طيب شايفين هنا احنا بدأنا نكرر ازاي الشغل اكتر التكرار بتاعنا هيبقى ايه في الشغل بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ التاني للاناناسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ التالت والاخير للاناناسة حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله ولفه علي الابره وعلي الصدفه هشتغل صدفه ، تلاته عمود تلاته سلسله تلاته عمود ، واحد اتنين تلاته سلسله بعد كده تلاته عمود تاني يبقي احنا كده اشتغلنا داخل الصدفه صدفه واحد اتنين تلاته سلسله ولف علي الابره وفي السلسله رقم تلاته هشتغل تلاته عمود اتنين العمود التالت واحد اتنين تلاته سلسله ولف علي الابره وداخل الصدفه هشتغل صدفه واحد اتنين تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان بشتغل تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وده الفراغ اللي فيه العلامة بتخطى وبروح على طول على الصدف هشتغل صدفه وبكده يعني نكون خلصنا الجزء الاول من الدور لان احنا عندنا كل دور المفرش متقسم اربع اجزاء الاربع اجزاء متطابقين بالظبط يبقى احنا لما نخلص جزء يبقى هنكرره على جميع الاجزاء الباقيه دلوقتي نشوف احنا عملنا ايه في الدور ال عشر اول حاجه عملتها داخل الصدفه ايه اشتغلت صدفه ثلاثه سلسله كان عندي هنا خمسة سلسلة في ما بين الصدفة والصدفة في السلسلة رقم تلاتة اشتغلت تلاتة عمود تلاتة سلسلة صدفة بعد كده خمسة سلسلة ورحت على الأناناسة اشتغلت في أول فراغ حشو خمسة سلسلة تاني فراغ حشو خمسة سلسلة تالت فراغ حشو خمسة سلسلة وصدفة تلاتة سلسلة تلاتة عمود في تالت سلسلة في الوسط تلاتة سلسلة صدفة خمسة سلسلة وحشو خمسة سلسلة وحشو خمسة سلسلة وحشو خمسة سلسلة وصدفة تلاتة سلسلة وثلاثة عمود في السلسلة رقم ثلاثة من الوسط تلاتة سلسلة صدفة بعد كده هتقابلني العلامة ودية الفاصل ما بين الأجزاء وبعضها هنا عملت خمسة سلسلة وعديت العلامة وبحت على الصدفة هشتغل صدفة بعد كده تلاتة سلسلة وهنكرر تاني في في السلسلة رقم تلاتة هنشتغل تلاتة عمود تلاتة سلسلة وصدفة. وهنكرر كده لنهاية الدور عشر ونرجع تاني في الدور الاربعتاشر انا كده خلصت الدور عشر وقفلت بمنزلقة في اول عمود هاجي بعد كده اعمل منزلقة في تاني عمود منزلقة في تالت عمود ومن داخل الفراغ بتاع الصدفة بعمل منزلقة وهرتفع واحد اتنين ثلاثة سلسلة وده هعتبره أول عمود في الدور الا عشر العمود الثاني العمود الثالث واحد اتنين ثلاثة سلسلة ومن نفس المكان هياخد ثلاثة عمود واحد اتنين ثلاثة كده انا اشتغلت داخل الصدفة صدفة بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفة الإبه عندي تلاتة عمود هاخد فوق كل عمود اتنين عمود يعني هشتغل التلاتة تزايد هيصبح عندي ستة عمود بدل التلاتة عمود التالت كمان اهو هاخده تزايد كده اصبح عندي ستة عمود بدل التلات عمود طبعا وانت شغالة بتلاقي نفسك بتكرري اكتر الخطوات واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الصدفة هشتغل صدفة تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهروح على الاناناس الفراغ الاول اخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ التاني والاخير في الاناناس هاخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهروح على الصدفة اشتغل صدفة واحد اتنين تلاتة سلسلة وفي نفس المكان تلاتة عمود كده انا اشتغلت داخل الصدفة صدفة واحد اتنين تلاتة سلسلة عندي تلاتة عمود هشتغل كل عمود تزايد لان يعني هيصبح عندي ستة عمود بدل التلاتة عمود واحد اتنين تلاته سلسله وع الصدفه هشتغل صدفه ، واحد اتنين تلاته ، واحد اتنين تلاته سلسله وفي نفس المكان تلاته عمود ، واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة والاناناس هاخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الفراغ التاني في الاناناس حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة الصدفة هشتغل صدفة اللي هي عبارة عن تلاتة عمود تلاتة سلسلة. تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهروح التلاتة عمود هاخدهم تزايد. يعني كل عمود هشتغل عليه اتنين عمود. كده يصبح عندي ستة عمود بدل التلاتة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وعلى الصدفة هشتغل صدفة اللي هي عبارة عن تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود بعد كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سلسله هتقابلنا العلامه هنتخطي الفراغ بتاع العلامه مش هنشتغل فيه حاجه وهنروح علي الصدفه علي طول نشتغل صدفه ، اللي هي تلاته عمود تلاته سلسله تلاته عمود ودام وصلنا عند العلامه يبقي الجزء الأول بتاع المفرش خلص والتلات أجزاء التانيين نفس النمط بتاعه ، طيب نشوف ايه اللي اشتغلناه من أول ما بدأنا الدور الأربعتاشر ، أول حاجه اشتغلنا صدفه بعد كده تلاته سلسله وخدنا التلاته عمود فوقهم سته عمود يعني اشتغلنا تزايد في كل عمود تلاته سلسله صدفه خمسه سلسله حشو خمسه سلسله حشو خمسه سلسله صدفه تلاته سلسله سته عمود تلاته سلسله صدفه خمسه سلسله وحشو علي الاناناسه خمسه سلسله وحشو في الفراغ التاني خمسه سلسله وصدفه تلاته سلسله وستة عمود فوق التلات عمود تلاتة سلسلة وصدفة خمسة سلسلة وهنعدي العلامة مش هنشتغل في الفراغ بتاعها وهنروح على طول على الصدفة نكرر تاني صدفة كده يبقى الجزء الاول بتاع المفرش خلص هيتبقى عندك تلات اجزاء لان هو مربع الشكل مكون من اربع اجزاء التلات اجزاء التانيين نفس النمط ونفس الخطوات وهنرجع لما نخلص الدور الاربعتاشر انا كده خلصت الدور ال عشر وقفلت بمنزلقه بعد كده هاخد منزلقه في العمود الثاني منزلقه في العمود الثالث منزلقه من داخل الفراغ بتاع الصدفه بعد كده هبتفع واحد اثنين ثلاثه سلسله وده اول عمود في الدور الخمستاشر. عشر بعد كده العمود الثاني العمود الثالث واحد اتنين تلاتة سلسلة من نفس الفراغ هياخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة وكده يبقى انا اشتغلت صدفة داخل الصدفة بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة على الابرة عندي ستة عمود اول عمود هياخد عليه عمود أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة العمود التاني واحد اتنين تلاتة أربعة العمود التالت واحد اتنين تلاتة أربعة العمود الرابع واحد اتنين تلاتة أربعة العمود الخامس واحد اتنين تلاته اربعه العمود السادس بعد كده واحد اتنين تلاته اربعه سلسله وعلي الصدفه هشتغل صدفه اللي هي تلاته عمود تلاته سلسله ثلاثة عمود خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهروح على الصدفة هاخد حشو على الاناناس هاخد حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وعلى الصدفة هاخد صدفة اول عمود. التاني. التالت. واحد اتنين تلاتة سلسلة. وفي نفس المكان تلاتة عمود. وكده يبقى انا اشتغلت صدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. او على اول عمود هشتغل. عمود واحد اثنين ثلاثه اربعه سلسله العمود الثاني واحد اثنين ثلاثه اربعه سلسله العمود الرابع واحد اثنين ثلاثه اربعه سلسله العمود الخامس الرابع واحد اثنين ثلاثه اربعه سلسله العمود الخامس واحد اتنين تلاته اربعه سلسله والعمود السادس واحد اتنين تلاته اربعه سلسله وعلي الصدفه هشتغل صدفه، العمود الاول في الصدفه التاني التالت واحد اتنين ثلاثة سلسلة ومن نفس المكان بشتغل ثلاثة عمود. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلة. وعلى الاناناس هناخد حشو. واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة سلسلة. وعلى الصدفة هشتغل صدفة. اللي هي تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود، العمود الأول التاني التالت واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة وعلي أول عمود هاخد عمود واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة العمود التاني واحد اتنين ثلاثة أربعة سلسلة العمود الثالث. واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلة والعمود رقم أربعة واحد اتنين ثلاثة أربعة سلسلة والعمود رقم خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة والعمود رقم ستة واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة مع صدفة هشتغل صدفة تلاتة عمود تلاتة سلسلة ثلاثة عمود بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة وهيصادفنى الفراغ اللي فيه العلامة فمش هشتغل فيه هروح على طول على الصدفة اشتغل صدفة وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من الدور طيب نشوف احنا في الدور الخمستاشر هنمشي بانهي نمط اول حاجه اشتغلت داخل الصدفه صدفه بعد كده اربعه سلسله وهيقابلني الست عمود بتوع الاناناسه الجديده فكل عمود هشتغل فوقه عمود ما بينهم اربعه سلسله اربعه سلسله وصدفه خمسه سلسله وحشو على الاناناسه خمسه سلسله وصدفه اربعه سلسله وبنكرر تانى على الاناناس اللي بنأسسها كل عمود هنشتغل عمود ما بينهم اربعه سلسله اربعه سلسله وصدفه خمسة سلسلة وحشو خمسة سلسلة وصدفة أربعة سلسلة وعمود أربعة سلسلة وعمود وهنكرر لما نخلص الست عمدان أربعة سلسلة وصدفة هيصرع. هنقابل الفراغ اللي فيه العلامة هنشتغل خمسة سلسلة وهنعدي الفراغ مش هنشتغل فيه ونروح على الصدفة نكرر وبكده هنشتغل لنهاية الدور الخمستاشر ونرجع في الدور الستاشر